خلينا نروح اذا لمقارنه ما بين الاثنين المديرين الفنيين، سواء ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي او كابتن ادهم اس الاحضار المدير الفني للنادي الاسماعيلي. يمكن ريني فايلر مدرب السويسري تولى المهمه منذ 31 اغسطس 2019. كابتن ادهم اس الاحضار متولي المهمه 2 ديسمبر يعني الشهر ده 2019. المقارنه دي في الدوري، كابتن ادهم لعب 3 مباريات مع النادي الاسماعيلي، كسب 2 اتعادل 1. ريني فايلر فاز في 6 مباريات من الـ6، ان لعيبه النادي الاهلي احرزوا 18 هدف على الـ6، يعني معدل 3 اهداف في المباراه الواحده. دخلت شباك النادي الاهلي اقوى خط دفاع هدف واحد بس، 5 كلين شيت من 6. اما النادي الاسماعيلي احرزوا 3 اهداف في 3 مباريات بمعدل هدف واحد في المباراه الواحده، دخلت شباكهم طبعا ولا هدف حتى الان مع مدرب. اذا الاسماعيلي تحسن دفاعيا بالارقام مع كابتن ادهم السلحضار، ولكن ده بالارقام، ولكن بالحالات عندهم ثغرات كتير، دي اللي وضحتها في مباراه اف سي مصر الاخيره. اف سي مصر من الفرق اللي بتلعب كره كويسه، ولكن عندهم مشكله في الفينش. كانوا يقدروا يستغلوا الكرات دي ويتعادلوا مع النادي الاسماعيلي.